المرة الأولى منذ انفجار الأزمة بين النائب وليد جملاط ووكيل أعماله بهيج أبو حمزة قبل 8 أشهر، قصد وفد من آل أبو حمزة كليمنسو في محاولة للقاء جملاط علّه يقنعه بإبقاء ابنهم الموقوف في المستشفى حيث يخضع للعلاج بدلا من نقله إلى سجن روبيه. وكان قد صدر قرار قضائي قضى بنقله إلى السجن بعد صدور الحكم عليه في قضية نادي الصفا الرياضي، فيما لا يزال التحقيق جاريا في شأن الدعاوى المرفوعة عليه من جملاط. الحالة عينها تكررت مع وفد آخر مؤلف من أشقاء أبو حمزة كان قد زار كليمنسو صباحا، وكان جواب جملاط خلي القانون يأخذ مجراه وأنه يريد استعادة أمواله وأموال أولاده. صراحة اجوا رجال الصبح كرمال لا يحكوا معه انه هذا الزلمة قلبه ما بقى بيتحمل، انه لشو بده ياخده على رومي، يعطي مجال بس شوي يقعد هو يحكي هو اللي عاش 33 سنة معه وعم يشتغل وعم يعمل وعم يركض ويوصل الليل بالنهار، ما لهم ثمن هودي؟ طيب ما في وقت ساعة يقعد معه يحكي معه؟ انه هيك بتتعامل العالم؟ هيك بيتعاملوا اولاد البيوت؟ بعدين ما عندنا زعيم غيره هو، يعني لمين بدنا نروح؟ لعند مين بدنا نروح؟ نحن من الاول لإله وبعدنا لإله رح نضل لإله، ما منروح عند حدا تاني ولا منساوم عليه. بقى هو كمان واجباته يقف معنا ويسمع لنا بالدرجة الأولى. بدي أقول إنه هيدا كله ظلم، بيي بريء ما عمل شيء، بيي مريض وبهيدا القرار اللي عم يطلعوه هيدا حق يعني إعدام، عن جد إعدام، بدهم يقتلوا لي بيي، يعني بهيدا القرار اللي عم بيطلعوه عم يقتلوا لي بيي مريض ما بيتحمل، فوق ما إنه بريء. فوق ما انه صار له 8 اشهر بريء وقاعد بالمستشفى 5 رسورات صار عامل، يعني لوين بدنا نروح؟ لوين واصلين؟ بدي طالب اول شيء ياخذ يعني ما يتدخلوا بالقضاء اول شغله. ثاني شغله صار طالع بريء باربع قضايا، يعني انه حلكم تفهموا بيي بريء ما اذى حدا، هيك عم يقتلوه عم يحرموني من بيي، هيك اذا بيكملوا هيك عم يقتلوا لي بيي، ما بدي رجع بيي على البيت. شو بتطلب من وليد جملاط اليوم تاجيت لعنده؟ لانه بعد 8 اشهر بدك تعرف انه بيي مريض، بيي ما بيتحمل يطلع على رومي، بيي مريض، يعني اذا عم تبعته عم تقتله، يعني عم يحرمني من بيي. هو بيرضى انه يحرم بنته منه؟ بيرضى انه حدا يحرم بنته منه؟ وأكد أفراد العائلة براءة بهيج أبو حمزة متهمين أشخاصا متضررين من العلاقة بينه وبين جملاط، وقاموا بتلفيق الملفات والتهم له، مشيرين إلى أنهم قادرون على القيام باعتصام مفتوح، لكنهم يريدون رحمة البيك لكون الوضع الصحي لأبو حمزة متدهورا ولا يستطيع احتمال السجن.